بس انت نفرجيكم هذا الباب بطل يفتح بالمفتاح ولا باليد. هاي الطريقه اللي بدكم تشوفوها هسه عشان الباب ما تخربوش. تكسر السلندر زي ما انت شايف، بعدين نطلع السلندر اللي جوا، نطلع القطعه اللي انكسرت، نجيب سلندر جديد بنحطه في المكان اللي فكناه، هلا بنركب السلندر الجديد وبنلف المفتاح وبفتح معنا.